شليحة تلوح المليحة. فين الشليحة ديالي هنا بلاصة؟ ديال تزارين. تزارين بلاصة الحنة. إيه. هي غادي تجيبي لنا الحنة من تزارين. إيه. ماما. ننصحك واحد النصيحة. إيه. ما عمرك تعصبي. أها. ولو مره واحده في حياتك حتى الا تعصبتي غادي تمرضي وغادي تمشالك شي عار في راسك. واش عندك شي وصفه حفصه باش ما يتعصب الانسان؟ خلصي الصلاه. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. هانتوما غتشوفوا ها ها العصيدة الحريرة العصيدة. هنا هي العصيدة والحريرة. نتمنى تعجبكم إن شاء الله. السلام عليكم متتبعين ديالي الأعزاز، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصايبو واحد الحريشة فاعلة تركة. ها سنيدة، ها البيض، ها الزيت، ها ضانون، ها السميدة، ها الخمارات، ها الفاني، وها المول فاش غنخويهم. بسم الله على بركة الله. ديري سنيدة، ديري سنيدة والبيض، عاد ديري الزيت. ديري البيض. رميتي كل شيء؟ اه صافي. اري الخبر حتى هذا هكا راه نعطيه سير خوي خوي دغيا. نعطي فيها نحيدوه بالمليقه الفيديو ديالي انا متتبعين ديالي يعجبكم. يلا نخلط مزيان. ها هي الخرسه ديال الملح. خلط مزيان. اش شليحه تتلوح المليحه. شكون هي الشليحه؟ انتي شليحه ديال زاكوره. وانتي شليحه ديال فين؟ انتي هي الشليحه. شليحة ديال مراج. ايه. لا لا مو حال واش شليحة ديال مراج، غير قولي لي لا شليحة ديال فين. ها فين الشليحة ديالي هنا بلاصة ديال تزارين. تزارين بلاصة الحنة. ايه. هي غادي تجيبي لنا الحنة من تزارين. ايه.
انت غادي تمشي للجزائري الوقيت اللي كتب الله بغيت نتعلم نصايب كل شيء. ها؟ بغيت نتعلم نصايب كل شيء. ايوا هضري الا انا بغيتي تتعلمي خاصك تهضري. يلا خلطي التنتين وبدك خلطي مزيان سميدان. خلطي خلطي مزيان. خلط خلط واش خليطو الى نار مهيله. ماما نصحك واحد النصيحه ما عمرك تعصبي. ولو مره واحده في حياتك حتى الا تعصبتي غادي تمرضي وغادي تمشى لك شي عار في راسك. راه تتلاقي مع شي بشر هو اللي تيعصب كاع حصه واخا كاع تكون مهبت ولا يهدي تتلاقي مع شي بشر. اللهم غير تنصحك ما عمرك تعصبي ياك. تنصحك ما عمرك تعصبي. ايوا راه ضروري خلا راه هكا الحياه مرات تفرح مرات تقلق مرات هكا مرات هكا. واش عندك شي وصفه حفصه باش ما يتعصب الانسان؟ خلص الصلاه. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. هيك خلطي ياك. نعم يعني الصلاه الانسان يرضى عليه. يلاه خلطي الانسان اللي بغيت عليه يدي يمشي يصلي. خليتيها ليا انا. يلاه راه انت اللي بغيتي تخلطي. اش قال لك باباك دروك؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ها؟ تهضر معاك خوك. سيري خلطي. تنصيب الحرشاء. هكا. واش الحرشاء ولا الحريشة؟ الحريشة. ماشي الحريشة. شنو هو قبيلتهم؟ شنو قال لك شنو هو الفرق؟ ما عرفتش. فرق سير سول سير سول سير سول في الحوانت. خلطي خلطي كي الخبز ديال الحانوت. لا حفصه لا خلطي خلطي. علاه فين مشيتي اليوم؟ زيد الماء زيد الدقيق. ايوا راه تنسى الماء. يلا حفصه نعم فين مشيتي اليوم؟ فين كنتي؟ عند من؟ مشيتي قبيلة؟ كنت عند واحد صديقتي. شكون هي الصديقة ديالك؟ صافي ما عرفتيش عليها. هاد الكيكة ما غاديش طيب. وراه هي القبيلة كريمة. إيوا على سلامتك ملا تفكرتيها اش المرة ندي فوقينا نهارك في الطوب. نهار الجمعة. مال الجمعة؟ الجمعة الجاية. مالها؟ مالها؟ معروضة ولا؟ إيه. إيوا قولي جينا. مشات الحريشة خلا مشات لعند كريم. خلينا ندوو مع السيدة. معروضة عند كريم وبدي تخلي لينا الحريشة ديالنا. واش حسنا الفيديو تاع العرضة حسنا من تاع الطبخ يا حاجتكم وما جيتكم شكون اللي تيدير هكا؟ اشنا هو هكا؟ الرحى ولاش؟ ايوا المتتبعين اللي غادي يعرفوه. ما عرفتوش شكون اللي تيصيب الرحى؟ كانوا تيصيبوا. لا تيطحنوا ماشي تيصيبوا الرحى. كانوا تيطحنوا الرحى. شوفي تيديروها كانوا تيطحنوا الناس الرحى. ماشي كيطحنوا الرحى. كيطحنوا في الرحى. كاين الناس كيطحنوا القمح في الرحى. القمح في الرحى. كيطحنوا الرحى الطحن اللي تطحن الله واطش. بارك عليها خويها فيه. عاد غادي نخويو فيه العقيده ديالنا. عاد غادي نخويو فيه العقيده ديالنا. ماذا في قبك ساخن؟ ماذا في البانيو بارد؟ تمر تمر حتى يطيب وقاس يموت. حفصة نعم
نتمنى الكيكه ديالي. الكيكه علاه الكيكه هذه حرشه حريشه هذه. لا قالت لكم حفصه حريشه ماشي حرشه بسبوسه. خليه على بالك واش عندنا. واش بسبوسه ولا حرشه ولا حريشه؟ ها قلت لي حريشه. الحرشه بالسلحه. علاش تسميوها الحرشه زعما حرشه؟ حرشه حيت تديري حفصه تتلعبي مصايبه زعما باسمي. شد البوله هيا الطوموبيل المتتبعين. البوله ديال الحرشه هذيك البركه ديالها. المتتبعين ديالي انتظروا الشكل النهائي ان شاء الله. انتظروا الشكل النهائي ديال الحريشه ديالي. فين غطيبيها بعدا؟ الفران نار مهيله. متتبعين ديالي العزاز ها هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا. نتمنى تعجبكم. اللي شهيناه يسمح لينا واللي شهيناه يسمح لينا. الله يرحم ليكم الوالدين. هاي نشكركم المتتبعين ديالي داخل المغرب وخارج المغرب. ماشي 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 اجي شوفي فيا مزيان. المتتبعين ديالي العزاز ها هو الشكل النهائي ديال الحريشه ديالنا. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. ديروا جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنسوش شي تعليق زوينين. شكرا لكم المتتبعين ديالي العزاز. انتظروني في فيديو جديد.